مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب وإحنا بيسعدنا النهاردة وجود الأخ بيتر جمال هو بيتر جمال من الـ 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 الإخوة المباركين كمان هو مرنم رائع صوته جميل ومن عائلة مباركة يعني ليها في الخدمة والتسبيح وأنا أعتز به شخصياً فمرحب بيك اخ بيتر في البرنامج. شكرا يا سيس ما استاهلش التقدمه الكبيره دي، انا اللي ليا الشرف اني اكون بشاركك في البرنامج المحبوب على قلبي جدا. ربنا يباركك حبيبي. طيب اه، اتفضل بقى. <تصفيق> <تصفيق> احنا بنرحب طبعا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيهم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب. الحقيقه احنا في مناسبه جميله جدا. مناسبة مميزة، مناسبة كل الناس بتنتظرها، بس أتمنى إنه ما تكونش مناسبة اعتدنا إن إحنا نستقبلها كل عام، تكون لها معنى في حياتنا، وتكون بتعلمنا وبتفهمنا أمور كتير في الكتاب من خلال برنامج عبر الكتاب، النهارده عندنا مواضيع كتيرة جدًا في معنى التجسد، وفي حتمية التجسد، وفي سؤال لماذا التجسد؟ أسئلة بسيطة جدًا بس وراها معلومات طبعا هنعرف النهاردة أمور عظيمة جدا أدعوك عزيزي المشاهد أنك تركز معنا وتكون بتفهم المكتوب من خلال هذه الحلقات اللي هنبدأها النهاردة مع الدكتور القس أشرف عزمي أهلا بك أسيس مرة تانية بشكرك <applause> <applause> آه يا ترى إيه موضوع التجسد وإيه المعنى العام للتجسد هو زي ما انت ذكرت بيتر انه احنا بنحتفل هذه الايام بذكرى ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح سواء العالم الغربي او العالم الشرقي الشرقي م. والتجسد بحسب تعريف الكتاب هو سر. م. سر يفوق عقولنا البشريه كبشر ان احنا ندركه. عشان كده الكتاب قال عظيم هو السر سر التقوى الله ظهر في, في الجسد, الجسد. نتكلم عن مجيء الله إلينا في المسيح يسوع نتكلم عن الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا نتكلم عن قرب الله من الإنسان نتكلم عن معرفة الإنسان المعرفة الحقيقية لشخص الله مم. فدي كل المعاني الجميلة اللي احنا بنتناولها وإحنا بنتكلم عن عن التجسد آه. هو شويه لفت نظري كلمه سر آه في ناس بتسال كتير تقول فين السر هنا آه انا عايز انا عايز يعلن لي السر ده انا عايز السر ده كمان انا اشوفه فممكن توضح لنا يعني ايه سر هو طبعا كلمه كلمه سر لما بتيجي في الكتاب المقدس هي في, آه. في عصيب هو السر بالزبط. التقوى آه. آه. كلمه سر لما بتيجي في الكتاب المقدس آه. مش بتعني آه. مجرد شيء آه يعني عارف لما اقول لك إيه انا عندي سر آه مخبيه. آه وسر مخبيه, مخبيه آه. لا بتعني انه انه اتس ميستري يعني فيها لغز فيها كمان امور تفوق ادراكنا احنا كبشر فيها كمان حاجه ما كانتش اعلنت بالشكل ده لكن اعلنت بالقوة دي في العهد الجديد يعني لما نتكلم عن سر الكنيسة الكنيسة ما كانتش م. معلنة في العهد القديم آه لكن أعلنت في العهد الجديد لما لما يتكلم عن آه أيضا قيامة الأموات والحياة الأبدية والأمور دي كلها آه. فالأمور دي كلها أمور آه آه إيمانية آه عقائدية م. مش معنى كده أن احنا ما بنقدرش نفهم لا معنى كده ب... معنى انها تفوق فعلا الادراك البشري مين يقدر يتخيل ان الله صار انسانا و... وحل بيننا مين يقدر ي... يعني يستوعب بعد اللاهوت الكامل في شخص المسيح والناسوت الكامل في شخص المسيح مين يقدر يستوعب عظمه هذه الشخصيه التي عاشت على ارضنا ولا يوجد لها مثيل سواء في التاريخ اللي فات او في التاريخ اللي جاي شخصيه فريده عجيبه حتى التلاميذ نفسهم قالوا من هو هذا يعني فاحنا لما بنتكلم عن التجسد بنتكلم عن كمان سر التقوى يعني ايه سر التقوى يعني ده من خلال كده الانسان من خلال التجسد بدا تاريخ الفداء يتحقق بدأ فداء الإنسان يتحقق بالتجسد إنه الإنسان يعيش علاقة صحيحة مع الله بدأها بالتجسد تجسد المسيح رائع جداً الربط ما بين الميلاد والفداء لأنه لولا الميلاد, الميلاد ما, ما كنا طبعاً. استمتعنا بامتيازات ما بعد الفداء صح لنا لك كبشرية لكن أنا عندي سؤال م. وحابب أطرحه برضو يعني هل التجسد معناه إنه الله بكلمة صار جسدا صارت في اللغة تفيد التحويل هل التحويل ده بالمعنى البشري اللي إحنا بنفهمه إنه شيء تحول إلى شيء يعني قبل ما يتحول كان حاجة وبعد ما تحول بقى حاجة تانية عايز توضيح في صار ده سؤال جميل جدا إنه لما الكتاب يقول والكلمة صار جسدا, جسداً. أولا التجسد لا يعني انه هناك تحول مم. فلما يقول الكتاب عن تجسد المسيح ليس معناه انه الله تحول الى انسان أه. وبالتالي الله تغيرت طبيعته وتحول الى انسان ده مش مش في الكتاب يعني ده, ده تعليم غلط ده اللي ده, ده الغلط تمام لكن التجسد معناه انه الكلمه مم. شخص يسوع المسيح الاقنوم الثاني في الثالوث عقل الله عقل الله حل في المسيح في الاحشاء العذراء مريم معلش يا ابونا وقفك عند التاني دي هل كلمه الاخنوم الثاني حضرتك قلتها دي ممكن بعض يفهمها ان هو اقل لا 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 تانية يعني. طبعا لا 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 طبعا ما فيش احنا عندنا آم آم مساوي للاب في الجوهر آه يعني ده 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 واضح جدا سواء من العهد الجديد او حتى قانون الايمان النقوي قوي يعني ربنا يسوع المسيح أكتر. لا لا آه. لكن هي مساوية لله في القبر لكن لما أقول الأقنوم الثاني بمعنى أنه عندنا ذات الله عندنا كلمة الله عندنا روح الله فيعني متساويين في متساويين في الجوهر في الجوهر ويعني زي حتى احنا لما نيجي بنقولها وان اسنس جوهر واحد طبيعه واحده لكن الاختلاف في الادوار الاختلاف في الادوار تمام. ولا نؤمن بثلاث الهه اه يعني برضو آه الاخوه المشاهدين آه بالاخص اللي يمكن آه من خلفيه غير مسيحيه اول لما يسمعوا اب وابن وروح القدس كل واحد ياخدوها بالفهم الاسلامي أي. اللي هو اساسا فهم غير مسيحي م. فبيبدا يقول ازاي اب وازاي ابن يبقى الاب اتجوز وانجب ابن يعني الكلام اللي كله ده طبعا ده ده كله يعني مشروح ومعروف لكنه لما يتكلم عن شخص الله احنا بنتكلم عن مش ثلاثة الهه احنا بنتكلم عن اله إله وحد. واحد لكن هذه الوحدانية وحدانية جامعة ذات الله وكلمة الله وروح الله تمام نيجي للنقطة اللي أنت بتعب. دي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتها علشان في لبس كبير أوي عند ناس كتير ده صح حتى المسيحيين عندهم <applause> عدم إدراك أنا حتى خدت كام حلقة عن الثالوث في <applause> عبر الكتاب يعني اللي يرجع الحلقات للحلقات السابقه ممكن حضراتكم متوضح فيها بالضبط اه تمام. يعني لو رحنا الى صفحه اسلام اكسبلين دوت كوم اه ودوسنا على عبر الكتاب هنلاقي, هنلاقي حلقات عبر الكتاب هتلاقي في حلقتين ثلاثه عن المفهوم المسيحي للثالوث آه. الأقدس فده دول دول كمان على جدا بعض. لكل آه. اللي حابب يتابع بالتحديد بالظبط الحلقات اللي في برنامجنا عبر الكتاب اللي بتتكلم عن الثالوث والتفصيلة والشرح الأكثر استفاضة يقدر يدخل على الموقع اللي الدكتور أشرف أشار اسلام آه. وموجودين كمان على اليوتيوب كل حلقات عبر الكتاب موجودة عبر على الكتاب. اليوتيوب ف... اكيد لما نيجي بقى لكلمة صار جسدا اه التجسد ليس معناه التحول م. كويس ليس إله تحول إلى إنسان م. لكن لما يجي الكتاب يقول والكلمة صار جسدا م. والكلمة اتخذ جسدا اتخذ بالضبط هنا اتخذ دي حل في جسد حل بالظبط اه يعني يعني هو مفيش أي حاجة تحولت لا لا خالص مفيش أي حاجة تحولت زي ما أنا دايما أقول المثل دوت اه اضرب لنا مثل معلش آه. أنا الكوباية دي كوباية فوم لكن زي بعض اتفضل <applause> الكوباية دي وهي فاضية فيها هوا كويس لكن الهواء اللي جوة ده ما اتغيرتش طبيعته وخواصه هو هوا كل اللي اتغير إنه خد شكل إيه؟ شكل الكوباية اه يعني لكنه هو زي طبيعته زي ما هو متغيرتش. ما اتغيرتش فالتجسد التجسد في التجسد الكلمه اضيف اليه طبيعه جسديه لكنه لم يتخلى عن طبيعته الالهيه رائع جدا يعني الطبيعه الالهيه حلت في الطبيعه الانسانيه او البشريه م -م. و... ما نقصتش ما فيش نقصان لا لا ما فيها نقصتش. وما يقلش من كرامته المسيح وهو على الارض كان الله المتجسد آه. في صفاته في كماله مم. في اعماله في تعليمه كويس وان كان ودخلينا خلينا اوضحها اكتر وان كان انه ترك او لم يمارس خلينا نقول كل صفاته من اجل الفداء، يعني يعني الولوجية. تخلى تخلى عن صفات كثيرة جدا موجودة فيه بس لم يمارسها. زي ايه مثلا يا يعني المسيح مثلا كان يستطيع كل شيء، مم. كويس؟ لكنه لكنه كان يستطيع أن ينقذ نفسه ويخلص نفسه. آه. لكنه لم يستطع وهو على صليب أن يفعل هذا، مش لأنه مش قادر. مم. لا من أجل تحقيق الفداء. آه. فهو وهو يعني الصفه دي موجوده لكنه مش هيستخدمها لتحقيق ممارسهاش, ممارسهاش. آه. كويس المسيح كان يستطيع ان يشبع نفسه يستطيع انه يعيش حياه آه. آه كريمه لكنه لا المسيح اتى في صوره انسان متضع جدا عاش على ارضنا وعاش كفقير آه آه افتقر وهو الغني من اجلنا ففي أمور مجده وبهاء يعني كل الأمور دي موجودة لكنه لم يمارسها لأجل تحقيق الفداء، يعني أنا أنا نازل لأجل هدف م. كويس؟ فالهدف ده هو أن أموت من أجل الإنسان، أموت من أجل خلاص الإنسان. ف, فبالتالي المسيح كل صفات الألوهية موجودة فيه لكنه لم يستخدمها استخدمها لتحقيق أغراض في حياته ل يعني مثلا لما هدى البحر اه لما اخرج الشياطين لصالح الانسان لصالح الانسان لصالح, الإنسان. مش لصالح لكن نفسه. مش لصالح نفسه يعني في فرق ما بين استخدام يسوع يسوع السلطه او السلطان او القدره الالهيه كالله على الطبيعه لانه هو خالق الطبيعه م -م. لصالح الانسان لصالح تهدئه موقف او او انقاذ الانسان من موقف فده لصالحي مش لصالحه لكن في التجربه على الجبل مثلا بالظبط كان ممكن يستخدم سلطانه أه. آه وكان ممكن يعمل حاجات يحول خارقة الحجاره الى خبز يعمل كل حاجه لانه هو يقدر على كل بالزبط. شيء لكن ما كان انسانا بكل ما تحمل الكلمه من بالزبط. معنى اوكي عشان كده انسانيه المسيح كانت انسانيه, إنسانية كاملة. كامله زي ما لاهوت المسيح يعني بالتجسد اللاهوت لم يقل واحد ملي من, من من يعني ما كانش تسعة وتسعة من عشرة اللاهوت كان فيه حل ملء اللاهوت كل ملء اللاهوت جسديا يعني في الجسد حل كل ملء اللاهوت <applause> يعني يعني ده اللي بيقوله حتى بيقوله بولس الرسول في كولوسي اصحاح 2 وفي عدد تسعه بيقول يحل يحل كل ملء اللاهوت جسديا في المسيح فكل ملء اللاهوت حل في المسيح رائع جدا هنفهم اكتر وهنوضح اكتر واحنا ماشيين في... السكه طبعا الموضوع مش بسيط ومش سهل محتاج تركيز عالي جدا محتاج قلب عايز يعرف ويفهم محتاج نور تطلب من ربنا انه يديلك نور مش بالعقل بجد ما حدش عنده قدره في في ذهنه او في عبقريته أن علماء كتير ما قدروش يفهموا الكلام ده ناس عظماء جدا مف... لكن اعلنها لل ليه بالزعب لمين للبسطاء ولل... وللمصدره وغير م -م. الموجود فالله عايز عنا يعني لينا حسب شو قلوبنا آه لماذا التجسد اذا لماذا التجسد آه ده سؤال مهم احنا جدا احنا عرفنا المعنى اه ده سؤال مهم ليه؟ لأنه البعض بيقول يعني ليه ده كله؟ يعني, يعني باختصار يا ابونا اقدر أقول آدم سقط فكان ممكن بكل سهولة يسامحنا بالظبط يغفر لنا لكن ليه التكلفة دي كلها؟ وليه الله يجي من المجد ويخلي ذاته من المجد وينزل لحد الإنسان ويجرب عيشته ويعيش فيها وألمها وأتعبها والله منزه عن كل آه. ده والله بعيد عن كل هذا ليه الرحلة الطويلة دي والألغاز اللي في ناس مش قادرة تفهم ليه الفداء والصليب وكان الله فين وقت ما كان يسوع على الأرض وأقانيم وسلوس ولخبطة كتيرة قوي في ايتين حلوين قوي بيجاوبوا لينا عن لماذا التجسد؟ مم. الايه الاولى موجوده في انجيل مرقس واصحاح 10 وعدد 15 بتقول ايه؟ مم. لان ابن الانسان ده الرب يسوع بيقول آه. لان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ليخدم فهدف التجسد هو اتى ليه؟ ليخدم والحاجه الثانيه ويبذل نفسه فديه عن كثيرين هشرحها تفضلي انه رب يسوع اتى لكي يخدم مش يخدم يخدم مين بقى؟ يخدم مين؟ يخدم الانسان الساقط الانسان اللي بيوصفه بولس الرسول في رميه اصحاح خمسه باربع اوصاف بيقول لنا انه وإذا نحن ضعفاء فالانسان ضعيف مش قادر يخلص نفسه. ف... فدي ده وصف الانسان انه انه ضعيف، الانسان الضعيف ما يقدرش ينقذ نفسه، انسان انسان واقع في وحله و... 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 وما بيعرفش يعوم وما يقدرش يطلع آه. فهيموت هيموت فلابد ان ياتي المخلص لكي ما يخلص. فالرب يسوع اتى لكي يخدم الضعفاء، احنا توصفنا بالضعفاء. وبعدين يقول لنا ايضا انه الفجار، احنا فجار مم. كنا بنعمل خطيه وبنعملها عن قصد وليس عن غير قصد يعني م. يعني زي ما قال الكتاب انه ال ال الانسان يقول يقول للرب ابعد عنا وبمعرفه طرقك لا نصر احنا احنا بنقول للرب كده سواء قلناها بالفعل او قلناها جوانا م. بس فعلا بنقولها للرب الانسان البعيد عن الرب بيقول هذه الكلمات فعلنا كل يوم بالظبط فانا فانا ضعيف انا فاجر انا كمان خاطي انا ربنا خلقني لغرض لكنه حياتي ضاعت في غرض تاني يعني ما حققتش الغرض اللي من اجله خلقت فصرت خاطئ أخطأت إيه الهدف اللي خلقنا لأجله خلقت للشركة مع الله خلقت لمجد الله خلقت لكي ما أعلن شخص الله من خلال حياتي خلقت لكي أتمتع بهذه الشركة والعلاقة الشخصية مع الله لكنه أنا, أنا بعيد أنا, رفض. أنا رفضت أنا رفضت يعني الإنسان رفض يكون في محضر الله وفي كل الامتيازات اللي الله خلقها نحوه زي ما شفنا ادم كان له سلطان على كل شيء ادم كان بتهابه كل الكائنات, الكائنات الحيه صح. وكان له آه سلطان على الخليقه إن قلنا آه فليه الانسان آه يعني يكون بالاتجاه ده ليه الانسان يرفض يكون في المكانه دي ما هو آه الانسان اختار, اختار. الخطيه اساسا هي اختيار اختيار ام. كل مواقف حياتنا هي اختيار آه الانسان ادم اختار انه يمشي وراء شهواته شاهد. ورغباته ولا يطيع الرب فهل ياكل من الشجره اللي زي ما قال الحي عنها انه يوم تاكل منها تصيران موتد. كالله yeah. عارفان الخير طب مين فينا ما يحبش يبقى زي الله مم. يعني يعني فاختار انه يكسر كلام الله لكي ما يحقق الغرض الشهوه اللي عنده الغرض ده كويس؟ ف وكل مواقف حياتنا احنا كبشر اختيارات انا كل يوم بختار يا اما ان انا اعيش ده او اعيش ده جعلت أنا امامك, جعلت أمامك. الموت حتى حتى التجربه يعني حتى لو خدنا حتى لو خدنا ايوب مم. تجربه ايوب تجربه ايوب ما كانتش بس انه ايوب رجل صبور ومتحمل الالم و... لا ايوب اختار انه يستمر في علاقه مع الله بالرغم من الالم. دي أوه. عظمه حياه ايوب. أوه. يعني عظمه حياه ايوب انه آه انا ما عنديش اجابات على الاسئله اللي عندي، مم. اه انا ما عنديش كل المعرفه، انا مش عارف ربنا عمل سمح لي بالتجربه دي ازاي، انا مش عارف ومش فاهم وما عنديش كل المعلومات، بس قررت استمر معاه بالرغم من عدم وجود الاجابات. رأي. ودي كانت عظمه حياه ايوب. مم. يعني يعني أوقات كتيرة لما ربي بيسمح لبعض الناس بحاجة تلاقيه ساب ربنا يعني وناقم زي شعب إسرائيل. م. يعني ربنا خرجهم من أرض مصر وأول لما عتشوا أنت جبتنا هنا عشان تموتنا أول لما جاعوا وإحنا ما كانش فيه أكل في مصر عشان يعني ونسيوا الأعذار اللي كانوا فيه والعبودية. لكن عظمة أيوب م. وده الإختيار اللي حتى أنا كمؤمن ده الإختيار اللي بيوضع قدامي كل يوم حتى في التجارب والآلام م. يعني حتى في تجارب اخواتنا اللي جربوا الايام اللي فاتت مم. في الانفجار بتاع الكنيسه البطرسيه واللي راح ضحيته ناس أبرياء نتيجه عمل آآ ارهابي اثيم شرير. شرير لكنه اه ما عندناش اجابات ما عندناش اجابات في في مواقف كثيره ما عندناش فيها اجابات أكي. بس بنكمل مع ربنا لان احنا واثقين فيه انه يستطيع ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه بنكمل مع ربنا لانه هو ملجانا الوحيد وسندنا الوحيد بنكمل مع ربنا لان احنا واثقين في محبته واثقين صلاح في, صلاح و... في صلاحه فبنكمل مع الرب بالرغم من من ده كله فالتجسد اللي عايز اوصل له حاجه بقى. حضرتك قلت انه الانسان ضعيف يا yeah. وفاجر صح وكمان خاطئ والحاجة الرابعة بقى الرابعة بقى عشان ما ننساش انه واذ ونحن اعداء اعداء اكتر من كده يعني oh. يعني دايما دايما احنا كبشر نعمل الخير للي بيعملوا لنا خير اه دي طبيعتنا البشريه م. يعني يعني انت حبيتني فانا حبيتك، عاملني كويس هعمل مني عاملني كويس, كويس هعملك كويس وده طبيعه البشر اه ودي طبيعتنا آه. البشريه انما بقى محبه الله غير كده واللي في ناس فاهمه إنه ربنا كده لا طبعا لا, لا في ناس كتير بتتعامل دي مع الله لأنه انسان اه هحبه هيحبني هبعد عنه العصايه ورا ظهري اه لا 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 ربنا ربنا حبنا كبشر واحنا ما عندناش حاجه تتحب. م. يعني يعني دي عظمه رب ب ب بصدق م. احنا لا يوجد فينا شيء صالح. Yeah. كلنا كده كويس؟ لكن عظمه رب انه حبني وانا كلي وحش من هامه الراس الى اخمس القدم م. كويس؟ وانا كل ضربه طريه لم تلين ولم تعصب بالزيت. م. طيب لما انا بقى بمشي معاه وعرفته لو صدر مني حاجه وحشه هيظل يحبني ويشتغل فيا ويشتغل فيا ويكمل صورتي بالظبط ويمشي معايا الرحله بضعفها بالظبط بكل محطاتها السلبيه اللي انا بقع فيها في وهي فيه دي محبه في ترنيمه جميله بتاعت الاخ ماهر <applause> ايوه ايه؟ غني وكمل مشوارك غني وكمل ترحالك او, أو كمل ترحالك وانطالت قول اعني اعني وهو هو يكمل هو يعني يعني هو بيكمل معاك حتى في ضعفاتنا آه. آه يعني عرفنا الرب اه بس ما زال ربنا بيشتغل على حياتنا وهو ما بيتفاجئش لما لا. بيجي يلاقيني خرط في النص هو عارف بالظبط وبيكمل معايا عشان هو امين بالزبط. امين فالمسيح جاء لكي بقى يخدم الانسان اللي زينا لكي يخدم ويعلن سلطانه على المرض يعلن مم. سلطانه على الارواح الشريره يعلن مم. سلطانه على كل القيود اللي الإنسان وضع تحتها بسبب الخطيئه. وفي نفس الوقت حاجه جميله جدا يبذل، يعني ايه يبذل؟ اه يبذل فيها المعنى الجميل انه انه ياخد مكاني. م. فيها موت. م. كلمه البذل هنا تعني الموت. م. فأنا كانسان حكم عليا بال بالهلاك بالموت لان اجره الخطيه موت. و... ومهما يعني عداله الله لازم تتطلب موت الانسان. القانون بيقول كده. والله مش هيلغي القانون زي ما الله محب الله ايضا ايه؟ عادل. عادل مش ممكن ابدا محبه الله تلغي عدله ولا يمكن ابدا عدل الله يلغي محبته. اكيد لانه الله في محبته كامل والله في عدله ايضا كامل. طب ازاي؟ أنا بحب الإنسان. كويس؟ فإذا أنا تغاضيت عن الخطية بتاعته يبقى أنا مش عادل في تغاضي. وإذا أنا أمته موتته يبقى أنا بحبه. أنا عايز عايز أظهر عايز محبتي ليه. الحل الوحيد إنه كان لابد إنه يأتي يسوع المسيح لكي ما يحمل خطايانا على عود الصليب. يبقى الفداء. ينوب عنا. آه. يعني يعني هو هو اخطا م. واجرت خطيته موت انا هشيلها. م. كويس؟ عشان كده لما يتكلم عنه بروح النبوه آه. في اشعياء 53 م. يقول وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلام عليه وبحبره فينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا. زي زي زمان زمان لما كان في العهد القديم اي واحد بيخطئ ما كانش ينفع يروح يقول ربنا معلش حقك عليا وانتهى الموضوع كان يعمل ايه؟ يجيب شاه يجيب ذبيحه ويروح بيها ومن ضمن الحاجات اللي كان يعملها وهو بيقدم الذبيحه انه يضع يده على الذبيحه لما بيضع يده على الذبيحه هو بيعمل حاجتين هو هو اولا بيقر بخطاياه فذنبه اللي عمله بينتقل إليه؟ الى ايه الى الذبيحه وفي نفس الوقت حياه الذبيحه بتفديه بتفديه بتموت نيابه عنه ودي اشاره ودي اشاره للرب, للرب يسوع. عشان كده يبذل نفسه فديه فديه عن فديتن. كثيرين يعني شفنا هنا الخادم اللي جه للضعيف م. وجه للفاجر وجه للخاطئ وجه للاعداء وشفنا ايضا بذله وده طبعا قلب الحب والقلب اللي كله بالزبط. عطاء م -م. و... وده الغرض الاول اكيد م -م. اللي خلق ادم علشانه عشان يس... يخلي خليقه آه يده تستمتع م -م. بمحبته وقلبه ويفيض بحبه عليه. عشان كده هو عايز يرجع تاني المحضر ده بالزبط. يرجع بالزبط. تاني بالزبط. الاسره بتاعته م -م. اللي تستمتع بمحبته. رائع جدا. هل في عند حضرتك أسيس؟ آه. آية تانية آية تانية آية أنا قلت آية واحدة آه. طيب. خدنا فيها وقت بس كانت كانت مهمة قوي لا إحنا بنستفاد يعني الآية التانية موجودة في غلاطي أربعة وعدد أربعة إلى خمسة رائع يقول إيه ولكن لما جاء ملء الزمان م. إيه the fullness of time ده اللي بيتكلم عنها م. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت ناموس لننال التبني وهنا في كام عباره مفتاحيه لفهم التجسد ملء الزمان ملء الزمان اه عباره منتشره بنسمعها آه كتير ملء الزمان آه ليها اكتر من معنى اول معنى او اول بعد خلينا نقول اكتر من بعد البعد الاولاني آه الايمان في الوحي المقدس هو وحي متدرج وحي متدرج متدرج اه يعني ايه مش ناسخ ومنسوخ. اه. ما عندناش احنا ما عندناش ناسخ ومنسوخ. يعني ايه وحي يعني متدرج؟ يعني ايه وحي متدرج؟ يعني الله الله اعلن عن الخلاص. تمام. اول ما اعلن عن الخلاص قال انه نسل المرأة إنه يأتي من نسل المرأة. مم. طب ما نسل المرأة كلنا من نسل المرأة. مم. يعني يبقى مين من نسل المرأة؟ يجي بعدها يقول لا ده من من سام لانه نسل المرأة جه منه نوح. مم. وبعدين من نوح جه ثلاث اولاد فيقول لا من سام وبعدين من من سام جه ابراهيم فمع الوقت ربنا بدا يدي نور 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 عن شخص المسيح كويس والرؤيه بتوضح أكثر. والرؤيه بتوضح اكتر آه. بالظبط يعني خليني اشبهها انه تعرف لعبه البازل آه. اللي هي بيبقى صوره م. كويس ومكونه من اجزاء م. آه. أنا 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 عندي الأجزاء يعني الله عنده كل الأجزاء أوه. عنده كل الصورة م. فيعمل إيه؟ فبيديلك أنت كبيتر بيقول لك خد آدي جزء أنت ح... أنت أخذت جزء عن الصورة م. كويس؟ الصورة لسه ما كملتش أنت بتحطه في مكانه الصحيح بس أنت طب الصورة الشكل لسه م. التفاصيل أوه. لسه فيروح بعديك يجي مثلا إبراهيم يروح مديله إيه؟ جزء ده جزء تاني جزء تاني آه. يجي بعد كده يشوع يروح مديله جزء تالت يجي بعد كده داود يديله جزء ثالث يجي بعد كده اشعياء يديله جزء تالت والاجزاء ممكن تبقى كبيره مع شخص وصغيره يعني في شخص ممكن يقول ايه عن الرب يسوع وفي شخص زي اشعياء مثلا يعني ربنا فتح عليه والفداء بالظبط فالصوره فال... ال... لا... ال... 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 الصوره اكتملت النبوات كلها اللي بتتكلم عن يسوع المسيح عن دخوله الى العالم، عن طبيعته، عن عن موته، عن تجسده، عن اعماله العظيمه، عن قيامته كلها اكتملت. فلما جاء ملء الزمان كويس؟ ارسل الله دي واحده من الابعاد، البعد الاولاني يعني يعني ملء الزمان من وجهه نظر حسابات الله من وجهه نظر حسابات, حسابات الله. الله هو بالضبط. شايف انه ده الوقت اللي اكتملت فيه الانجاز زي ما حضرتك جدتنا المثل البازلات اللي هي جمعت بالزبط. الشكل آه. الصوره كملت اي الصوره كملت يعني في ناس تسال تقول مثلا آه ليه ساب كل الافات السنين دي من يوم سقوط ادم م -م -م -م. لحد اشمعنا الوقت ده اشمعنا آه مسرح الاحداث نقدر نقول كان مسرح الاحداث بقى اوعد آه. ده المسرح اللي عليه الاحداث اولا العالم آه آه في الفتره دي بدا يبقى في لغه واحده موحده كل الناس يعني لما جه اسكندر الاكبر 300 قبل الميلاد آه وفتح العالم كله آه العالم بدا يتكلم لغه واحده آه فاليهودي بيتكلم يوناني المصري بيتكلم يوناني لغه يعني اللغه الدوليه آه هو عنده لغته العبري او عنده اللغه الهيروغليفيه آه بس في نفس الوقت بدا يتكلم ايه اليوناني لأن اللغه آه السياسيه العالميه آه بتاعه العالم فده سهل جدا على حتى انتشار الانجيل روما لما جت سنه 60 ميلاديه م. وبدات تكتسح العالم م. روما من اشهر الحاجات اللي عملتها انها مهدت الطرق للناس للسفر يعني عملت كميه طرق وامنتها زمان الطرق كلها كانت لصوص و... وقطاع طريق روما بقوتها وجبروتها أمنت الطرق، فأصبح بوليس يقدر يسافر إلى روما بدون بدون مشكلة، يطلع على آسيا الصغرى بدون مشكلة، ممكن طبعا تحصل مشاكل بس العام الفكر العام كله كان كان بالشكل ده. كمان اكتمال فترة الناموس، الناموس اكتمل لأنه كان لابد إنه إنه الناموس ياخد وقته. لأنه يعني الناموس كان لابد إنه يثبت فشله في وقت معين فالناموس اثبت فشله يعني الناموس إيه يعني الناموس انه الخلاص هل الخلاص الانسان يكون بحفظه للنواميس والقوانين يعني بالاخص الوصايا يعني. ولا لا وطبعا ما فيش حد ابدا بالناموس يعيش يعني بالناموس لانه من اخطا في واحده صار مجرما مجرم في الكل, الكل. فالناموس اثبت فشله انه يخلص الانسان دي سبب ده سبب كبير بالظبط فده يعني عشان كده يقول الناموس كان مؤدبنا او مؤدبنا الى المسيح يعني اعد بهيأنا المسيح للمسيح آه. ففي ملء الزمان ارسل الله ابنه مم. ابنه ولما نقول ابنه الكلمه الذي هو في حضن الاب منذ الازل مم. لانه بيقول يوحنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله. الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله مم. كويس فالكلمه أه أه ابن الله أه أه مولودا من امراه هي دي النقطه بقى مولودا, مولوداً من مولودا من امراه امرأة. أه وده دخوله للعالم كان لابد ان يدخل الكلمه المتجسد الى العالم يدخل ازاي من امراه حاضر يعني أه المنطقه دي هي هن هنتكلم عن الجزء ده هن هنجي آه. تفاصيل انا تهمني وتهم آه. ناس كتير آه. آه. عايزين نعرف ليه من امراه بالظبط ليه ما بطريقه هو جه بطريقه معجزيه منها كان ممكن يجي بطريقه معجزيه بدون برضه دخول في تفاصيل آه. <applause> وتخلي فيه شكوك في امور كثيره حضرتك تعلم واسئله كتير قوي في المنطقه دي حساسه فممكن حضرتك توضح لنا اول سبب اقدر اقول عليه انه لماذا من امراه لانه آه 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 الـ الـ ادم ابنائه اتولدوا على شبهه م. كويس يعني خدنا شبه ادم ولما اتكلم عن الشبه مش بتكلم على تقطيع الوجه والشكل والعينين وال يعني لا انا بتكلم على شبهه بمعنى السقوط ادم انجب ابناء متلوثين زيه كويس؟ لكن لابد ان المخلص ياتي من خارج نسل ادم غير واقع تحت الذنب والخطيه بتاعت ادم فعشان كده لم ياتي من, من 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 من, نسل رجل حضرتك تقصد من علاقه بالظبط زوجيه كما الكون كما بالظبط كما, كما كل البشر هي دي النقطه علشان ما ينجاز التعبير ما يولدش بالخطيه ما يولدش بالخطيه زي ما داوود قال لانه هو قال كده الرب الملاك لما جه لمريم العذراء قال لها ايه قال لها انه والمولود منك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني قدوس. يعني روح الروح القدس هيحل عليكي كويس والقدوس المولود منك يعني نتيجه حلول روح الله ملء اللاهوت كويس آه واتحاده ببذره التجسد في رحم مريم العذراء المولود قدوس يعني مفروز مفروز أو مخصص مفهوش خطية اه ما فيهوش خطية ولا يعرف ان يعفو عن الخطية كويس الوحيد اللي عايش على الارض بدون خطية فالمخلص لابد ان ياتي بره النسل اللي حكم عليه بالموت اه ما هو لو لو هو اتولد طبيعي زي اي بشر طب ما انت واقع تحت الخطية ممكن يبقى نبي بالظبط وهيعمل كل... خطية وهيعمل خطية فانت واقع تحت الخطية زي ما احنا نقول في المثل بتاعنا آه 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 ما ينفعش واحد مديون يروح يسدد آه. ديون واحد تاني يعني آه لما حتى نقول جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين محتاج <تصفيق> <تصفيق> فالفكرة انه كل الجنس البشري كل الأنبياء محتاجين معونة محتاجين معونة لأنه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فبالتالي طيب المخلص لابد ان يكون ياتي في صوره انسان كانسان لكنه ليس تحت حكم الدينونه اللي وقع عليه ادم ونسله. ونسله كله. مظبوط. مش كده كان لا. وأنا أتكلم عن النقطه دي لما نيجي نتكلم اكثر عن الميلاد العذراوي. رائع. بعد كده بيقول مولودا تحت الناموس وعرفنا مم. يعني ايه مولود تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. مهم. يعني ايه لنبال لننال التبني؟ أه لو سالت يعني جبت كده مجموعه من المؤمنين وقلت لهم يا ترى ايه اعظم بركه أه حصلنا عليها بالايمان بيسوع المسيح؟ ممكن نجد اجابات مختلفه مم. يعني البعض هيقول غفران الخطايا مم. وده شيء جميل جدا ضمائر السماء يعني تحررت من مم. من عقده الاحساس بالذنب انا بقيت خطيئتي مغفوره ودي بركه كبيره لان طبعا. دي تمت بالصليب بدون سفك دم لا تحصل مغفره. راحت تقول بص انا بقي لي حياه ابديه مم. انا خلاص بقى حتى لو لو مت بالجسد انه الموت بالجسد هو رقاد هو انتقال بينقلني من من العالم الفاني الى العالم الابدي. فانا لي حياه ابديه م. مع المسيح ودي بركه جميله طبعا لانه الانسان حكم عليه بالهلاك الابدي فلما تكون لك بركه الحياه الابديه دي بركه رائعه جدا يعني ممكن واحد يقول بص انا بقيت عضو في كنيسه المسيح وانا اتكلم على كنيسه انا مش بتكلم على الكنيسه المحليه بتكلم على على الجسد الحقيقي من آه. كل قبيله ومن كل شعب ومن كل لسان ومن كل امه مؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح صرت عضو في الجسد ده و و وسكن الروح القدس، الروح الروح القدس سكن فيا كمؤمن مم. من ضمن البركات انه انا صرت يعني مسكن, مسكن للروح القدس، واحد تاني يقول انا من ضمن البركات مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماوات كل ده جميل كل ده بتاعنا ورائع لكن عارفين اعظم بركه اه ممكن ربنا كان يغفر خطايانا ويسيبنا يعني أنت أنت أحسنت إلى إنسان فقير كويس ومحتاج لشيء له أنت مش مطالب إنه إنه يبقى ابنك مش كلنا بنعمل كده يعني يعني لما يعني يكون واحد محتاج ممكن أساعده بس أنا في فرق بين إن هو يبقى ابني وفي فرق إن أنا أساعده فرق كبير جدا البركة بقى اللي عملها الرب بالإيمان بيسوع المسيح انه مش بس غفر خطايانا مش بس ضمن الحياة الابدية مش بس باركنا بكل بركة روحية في السماوات ده قال لنا انتم ولادي وانا ابوكم يعني يعني عش كدا عشان كده عشان ال كده ال البركة دي في نظري يعني انا يمكن تختلف او مم. يعني تتفق البركة دي في نظري هي اعظم مم. بركة نلتها كخاطي عارف المسيح يسوع انه انا اللي كنت بعيد صرت قريب وانا اللي كنت غريب صرت ابن يعني يعني وبما انه ليا اب انا ابن فانا وارث يعني في دلالة, في دلاله وفي وراثه وفي بركات لغة وفي لغه ثانيه في, في علاقه ثانيه اب بالظبط مش عبد او سيد قاسي او ملك شرير عشان كده حتى الكتاب قال لنا ايه؟ تعجبني قوي في ايتين حلوين قوي في واحده في يوحنا واحد 1-12 يقول واما كل الذين قابلوه اعطاهم مم. سلطانا ان يصيروا اولاد, أولاد, الله. أولاد الله كان زمان عشان انت تتبنى شخص و... وتروح المحكمه مم. كويس فلما تروح المحكمه لازم يدي لك الوثيقه اللي انت حتى هنا في امريكا لو انت مثلا حبيت انك تتبنى آآ آآ تتبنى ابن بيديلك صك الصك ده زي شهاده ميلاد يعني زي زي ما انا اولادي عندهم شهاده ميلادهم اللي هي فيهم انا ابوهم كويس ودول ولادي بتروح تقول انا عايز الفلان فلان ده يبقى ابني فبيدي لك الثق او الدوكيمنت الوثيقه بتاعتك اللي تثبت انه هم صاروا اولادك الوثيقه دي هي السلطان ها بتاع الولاد يعني يعني هم اللي ياكد لهم انه ان هم اولادك الوثيقه دي اه أعطاهم سلطانا ان يصيروا مش بس ان ربنا قال بص خلاص انتوا بقى انا هخليكم ولادي و... 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 لا ده ده انه الروح القدس اطلق عليه روح التبني يعني, يعني مش إيه؟ بس لقب لا مش مساله لا لقب لا لا إحنا مش اولاد الله بس نحمل بداخلنا سلطان بالظبط والروح يشهد لارواحنا يعني يعني في شهاده جوا من روح التبني الروح القدس الذي يشهد لأرواحنا يؤكد لأرواحنا أننا أولاد الله طب سؤال يا بونا هل السلطان ده جه في ذهني حاجة دلوقتي أنه إيه علاقته بالسلطان اللي اتمنح في البداية خالص لآدم هل هو بيرجعنا تاني نملك ما فقدناه ده صح وما سقط منا بسبب السقوط بالتأكيد بالتأكيد أنه الله بيرجعنا مرتين إلى الحالة اللي قبل السقوط السلطان. ويمكن اعظم منها أعظم. يس من مكان ادم عليه اعظم علي. من مكان لا وضح لنا يعني دي شويه يعني عمل المسيح مش بس بي بي بيرجع الصوره م. لاصلها لكنه كمان بيلمعها ويديها بريق وعمق وابعاد يعني ادم ما اختبرش الحاجات اللي احنا اختبرناها يمكن ادم 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 اه كان في علاقه مع ربنا بس احنا شفنا الصليب سمعنا مم. عن الصليب يعني عشان كده حتى حتى الرب يسوع قال انه الاصغر في ملكوت السماوات آه. اعظم يعني ايه يوحنا كان يعتبر اخر واحد من انبياء العهد القديم كويس انما مؤمنين العهد الجديد عندهم امتيازات اعظم من مؤمنين العهد القديم حتى تذكرت نبوه اعتقد جت في زكريا اعتقد مش متاكد انه بتقول في في ذلك اليوم اشاره للعهد الجديد يكون العاثر فيكم كداود يس yes. ده العاثر العاثر يعني yes. المؤمن بنقولها بلغتنا المؤمن التعبان قوي ايوه mm. اعظم من اعظم ملك yeah. ونبي yeah. وكاهن جه yeah. في العهد القديم ده صح فده امتياز ونعمه فعشان كده بقول انه التبني التبني مش بس واسم مم. تبني علاقه مم. الروح القدس بيشهد عشان كده دايما حتى المؤمن الحقيقي يوم ما بيجرب او لما بيجرب ابليس بيحاول انه يشككه في انه عملت تقول الله ابوك طب فين يعني ابوك؟ مم. الروح القدس بقى ايه؟ يشهد لارواحنا هناك شهاده لا يعلمها العالم الغير المؤمن هناك شهاده 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 جوه المؤمن نفسه مش موجوده في اي حته تاني حضرتك بدات في كلامنا كنت اول ما, ما نطقت يعني في الحلقه قلت سر اعتقد انه ده يودينا للسر طبعا هو ده السر المخفي جوانا سر امتلاكنا لشيء مش بنعرف نشرح عنه كتير مش بنعرف نوصف ممكن اشوف واحد فرحان اقول له ليه يقول لي ما انا في جوايا حاجة مش قادر أوصفها بس هي جميلة جدا وعلى فكرة ده بنعجز عن الوصف ده, ده, ده سر خلينا أقول ده سر قوة وجسارة وعظمة المؤمنين الأوائل اللي استشهدوا ال 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 الإمبراطور الروماني ما كانش بيجد أسباب مش مم. مش اسباب. مم. يعني تختار الحياه ولا الموت؟ مم. لو هتختار الحياه كل اللي هطلبه منك بس انك تنكر يسوع. لا ده بيختار الموت، بيختار الموت وهو مبتسم بيختار الموت وهو فرحان. يعني يعني بوليكاربوس من من الناس المشاهير قوي انه يوم هو واقف قدام الحاكم الروماني قال له انا بايدي اطلقك حروب بايدي احكم عليك بالموت. بس ليه طلب واحد انكر ايمانك بالمسيح فبص اللي كده يعني كانه بيستغرب قال له كان امينا معي 86 سنه فكيف اخونه في لحظه يعني yeah. يعني انا عايش معاه 86 سنه ما شفتش حاجه وحشه منه yeah. ازاي عايزني اخونه في لحظه وده ده ده يعني عشان كده حتى لما بنقف قدام اللي بيضطهدونا وراح و... و... حتى رب يسوع قال كده قال انت ما تهتموش مم. طب ليه رب ده انا واقف قدام واحد قاسي و... وشرير و... وارهابي وكل و... 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 اللي عايز يعمله فيا يعني من قتل ودبح و... طب يعني زي ما قال ما تهتمش انا هحط كلام على فمك انا اللي هتكلم من خلالك يعني بالرغم من كل الجبروت اللي كان موجود حولين استفانوس الا انه استفانوس كان اقوى واحد من كل اللي كانوا بيرجموه yeah. يعني فدي حاجه بيديها ربنا لانه ساكن جوانا الروح القدس عظيمة. قوه عظيمه وده ده التبني ده ال... دي العلاقه yes. الامتياز yes. عشان كده اللي ما اختبرش ده يعني في 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 مسحيين بالاسم مم. في ناس اتولدت في بيت مسيحي. اسمه جرجس سمعان الصفانوس عبد المسيح. في البطاقة. بالبطاقة. <applause> وفي ناس يعني اخويا امس وجدي أسيس وابويا بنى الكنيسة. وابويا, وابويا بنى الكنيسة، الكنيسة دي مثلا ابويا بناها بقى له كام سنة. كويس؟ كل الحاجات دي بدون معرفة المسيح معرفة شخصية لا تساوي شيئا. نعم. ليست لها قيمة نعم. حتى لو مت عن إيمانك المسيح عن مسيحيتك بس أنت ميت بعيد عن المسيح مم. يعني, يعني ممكن الناس تجي لها الحماسة يبقى المسيحية عندها ديانة أنا أنا بما إني اتولدت في بيت مسيحي فأنا مسيحي وهو عايش حياته بعيد عن الرب وعايش حياته في الخطية وعايش حياته بدون علاقة شخصية مع الله وعايش حياته في سرقة وكذب وخداع بس أول ما تيجي النعرة النعرة إن انه مسيحي لا 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 انا اموت من اجل المسيحية ما انه ما يعرفش ربنا لكن اولاد الله هم الاولاد الحقيقيين الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة انسان لكن من الله ان ما كنتش اتولدت من الله مهما عملت مش هيبقى ليك حياة ابدية لكن لابد ينبغي ان تولدوا من فوق كما قال الرب يسوع لنيقوديموس بالضبط الحقيقة نقطة هامة جدا جدا آه إنه كل واحد يسأل نفسه، كل واحد يفحص نفسه زي ما كان بيقول لنا كده القسيس أشرف، هل أنا إبن بعد إختبار بعد ما قبلت دخول الله في قلبي والروح القدس إستمتع وتمتع فيا وإداني السلطان وإداني كل هذه الإمتيازات اللي بنسمع عنها؟ ولا انا مجرد بس بيجي يوم العيد باكل وبشرب وبستمتع بالعيد لكن صاحب العيد غايب من حياتي وما اتولدش في قلبي وما عرفتوش مسكين هذا الانسان لانه ببساطه خالص زي ما كنا بنتكلم في ايه غلطي أربعة 4 انه مش ابن مسيحي كل الناس الديانه المسيحيه لو هنتكلم على التعداد الرسمي لها فهي بالأعتقد أكثر ديانة يعني. عددا في العالم ثلاثة مليار تقريبا لا يمكن أكثر من الإسلام شوية بس يمكن مليار ونصف مليار وستمئة يعني, آه ب... يعني تعداد كثير بالمليارات لكن هل كل من يحمل هذا اللقب أنه مسيحي تنطبق عليه هذه المواصفات الكتابية أدعوك أن تراجع نفسك وأن تفحص كلمة الله مرة ثانية وتشوف في ضوء كلمة الله أنت ابن أنت مستمتع بهذا الكلام اختبرته أم لا أسيس أشرف في آية مشهورة جدا كلنا يعني م. بنسمعها كتير بس محتاجين شوية نقف عندها وأتمنى أن وقتنا يسعنا فيها في عبرانيين رسالة العبرانيين أصحاح 2 آه. عدد 14 بيقول كده فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم مم. اشترك هو أيضا كذلك فيهما مم. لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق, ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم مم. مم. من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء مم. لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب مم. لانه في ما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين أه. عبرانيين 2 من 14 اي 14 لايه 18 أه. الآية دي بتاخدنا إلى موضوع مهم أوي أو سؤال مهم أوي وهو مش معنى التجسد لكنه ضرورة وحتمية التجسد يعني زي ما إحنا كنا بنقول ضروري يعني أه هنا بقى ده ضروري اللي بيقوله هنا كاتب العبرانيين ده ضروري يعني ما فيهاش حل تاني حل لازم تاني لازم هو بالظبط يعني. وهو بنفسه وعشان كده يقول ايه؟ فإسكت تشارك الأولاد في اللحم والدم يعني الجنس البشري احنا لحم ودم لحم ودم عايز يقول هيومانيتي اه يعني ان احنا بشر اه لحم ودم يعني م. حتى التعبير لحم ودم واضحه معروف يعني يقول لك انا بدأ ادم لحم ودم يا أخي م. م. آه فلما يتكلم انه لحم ودم عايز يقول انسان كامل. انه انه احنا كبشر بشريتنا كامله. المسيح بقى فيس قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما، يعني يعني انا وانت بشر، المسيح اشترك وصار بشر زي هنا هنا كلمه الاولاد إشارة إنه للجنس للجنس بالظبط باللحم والدم هنا بيتكلم على يعني فاذا قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اه اشترك هو أيضا كذلك إيه فيهما فيهما لحم ودم إنسان كامل وهنا يمكن البدع اللي كانت موجودة وبدأت تنتشر اه انه تجسد المسيح ليس تجسد كامل والتركيز اكثر كان على لاهوت المسيح في بعض الهرطقات آه. لدرجه انه التعليم الغنوصيه كانت تعلم انه الروح صالح والجسد شرير وبهذا نهتم بكل ما هو روحي ونهمل كل ما هو جسدي, جسدي ووصلوا في افكارهم الى انه مش ممكن المسيح يكون أخذ جسد كامل لأنه ده مادي فبالتالي أكيد المادة ده شر ومش ممكن الله يكون خلق الكون مباشرة لأن الكون مادي والكون شر فبالتالي بدأت الفلسفات دي تزداد 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 ولدرجة أن البعض بدأ ينكر التجسد من أساسه آه يعني الرسول يوحنا يقول أنه من هو ضد المسيح آه كل من ينكر أن المسيح جاء في الجسد فهو ضد المسيح لانه هنا المفتاح انه جه في الجسد بالظبط لانه ده سر الفداء بدايه الفداء البدايه آه. اه فلما يتكلم هنا يقول انه اشترك هو فيهما بمعنى انه يعني زي ما قلت بعض الفلسفات حتى كانت تقول ايه المسيح اه هو خد جسد بس مش جسد لحم ودم زي كده امال جسد كده حاجه حاجه كده غريبه عننا كان يمشي ما ليه اثار لاقدامه يعني ملهوش تقل أهلامي. هلامي هلامي كده يعني ممكن في مره تلاقيه ومره ما تلاقيهوش يعني الدب كانت بتنكر التجسد الكامل للمسيح آه. كويس وطبعا انكار التجسد هو انكار للخلاص ويهدم كل حاجه يعني يعني من من اعظم الكتب اللي كتبها يعني اثناسيوس م. عن سر التجسد تجسد الكلمه تجسد الكلمه فهنا بيقول لنا ايه؟ بيقول ان المسيح صار انسانا كاملا. اشترك هو ايضا كذلك فيهما، يعني المسيح اشترك في الانسانيه الكامله وكان انسانا كاملا. كويس؟ وبعدين. الكلام واضح. ليه بقى؟ ليه؟ لانه السبب بيقوله لكي يبيد بالموت الجسد الغير جسد. ممكن ما يموتش يعني لو قلت إنه هلامي إيه الموت اللي في الهلامي؟ يبقى ممكن لازم يبقى, هو يبقى إنسان الصليل. كامل عشان يموت آه صح؟ آه طبعا فهنا بيقول لي كي يبيد مش ممكن أبداً المسيح كان يبيد الموت إلا بالموت ومفيش جسد يموت إلا إذا كان جسد حقيقي بالظبط جسد جسد فهنا بيقول لي كي يبيد فحتمية التجسد أن المسيح بتجسده وبإنه صار إنساناً كاملاً هذا لكي ما يبيد بموته اللي اختبروا على عود الصليب مم. كويس يبيد بموته ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس اي ابليس يعني الـ 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 بموت المسيح المسيح كسر الفخ بموت المسيح ابطل الموت ابطل الموت بموته يعني يعني فهنا يقول انه الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت يعني انا الانسانيه كلها صارت تخاف من الموت. اكثر حاجه النهارده بتخوف الانسان هي الموت. كلمه موت. بالظبط يعني يعني اما المؤمن الحقيقي اللي اختبر نعمه المسيح فليش ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ربح. حتى العهد الجديد ما بيتكلمش عن الموت المؤمن كموت، ما بيستخدمش مم. كلمه موت رقاد بيتكلم عن رقاد. كويس؟ هنا المسيح حررنا من الخوف من الموت، فاحنا كنا عايشين كل ايام حياتنا عبيد للخوف من الموت. مش كده يقول كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. يبقى واحده من حاجات حتميه التجسد انه كان لابد أن المسيح يصير إنسانا كاملا لأنه كان لابد أن يموت لابد لابد كلمة لابد مست لقيها حتى ينبغي أن أذهب إلى أورشليم ينبغي أن ابن الإنسان يسلم ده رب يسوع في المرات حتى لقيها في إنجيل مرقس مكررة كتير ينبغي 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 يعني إيه ينبغي حتمية ملهاش ملهاش مفر إذا أردنا أن نخلص فالطريقة الوحيدة اللي خلصنا هو أن المسيح يحمل خطايانا على عود الصليب وينوب عن بموته الحقيقة سيس أشرف الوقت جري ودايما الكلام في الأمور العظيمة دي وال والاسرار الخفيه اللي في كلمه الله ما بتنتهيش لانها كلمه الله كلمه الله حيه وفعاله وشيقه جدا زي ما سمعنا وزي ما شفنا انه ما فيش غير يسوع امين يسوع هو الطريق والحق والحياه يسوع هو البدايه والنهايه يسوع هو الالف والياء تعال ليسوع. هتختبر كل اللي بنقوله، هتسمع بعقلك سيب العقل وخلي قلبك يتجه م. نحوه. آه وصلنا إلى ختام حلقتنا أعزائنا المشاهدين آه إلى أمل أن نلتقي مرة ثانية معكم في برنامجنا آه عبر الكتاب وخلونا دايما نكون آه متواصلين. أمين.